تستضيف البلاد الدورة الثامنة لمهرجان المسرح العربي ما بين 10 و16 من الشهر الجاري، والتي ينظمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بمشاركة من الكويت وخارجها. الأمين العام لقطاع الفنون بالمجلس الوطني بدر الدويش أكد خلال مؤتمر للإعلان عن فعاليات الدورة على أهمية الحدث كونه يقام بمشاركة عربية واسعة، مشيرا إلى أن الاحتفالية سيتخللها عروض مسرحية موزعة على 3 مسارح، بالإضافة إلى تنظيم ندوات تطبيقية وورش تأهيلية واختيار أفضل عرض مسرحي عربي لعام 2015. في مكانة هذا المهرجان عدة مستويات. المستوى الأول هو تبادل الخبرات والآراء بين المعنيين بالمسرح، كذلك على مستوى العروض المتميزة التي سوف تقدم، وعلى مستوى المؤسسات العاملة في هذا المجال، وعلى مستوى الوسط المسرحي من مهن وتخصصات مختلفة.